السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم فطائر المقلات محشيين بالفرماج بعجينة اقتصادية وبحشوة اقتصادية، شكلهم شهي، يجيو خفاف ويجيو طريين ويذوبوا في الفم. اذا هذه الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم على الوصفة مع المقادير، المشاهدة ممتعة للجميع. نبداو على بركة الله مع العجينة. اول حاجة في ريسيبيون حطوا ملعقة صغيرة نتاع ملح مع كاس نتاع الحليب يكون دافي. انا كيلت بهذا الكاس اللي يرفد 200 مليلتر، تقدروا تخدموا بالكاس تاع ام وليد اللي يرفد 220 مليلتر فقط. لهنا اذا خدمتي بهذا الكاس تاع 200 مليلتر تكملي كم مقادير بنفس الكاس، اذا خدمتي بالكاس تاع ام وليد تكملي كم مقادير بالكاس تاع ام وليد. عندي ايضا هنا كاس نتاع الماء يكون دافي بطبيعه الحال ونص كاس نتاع الزيت. نجيبوا لهنا الفوي، نخلطوا جيدا هذه المكونات مع بعض حتى ينسجموا. من بعد نجيبوا لهنا ملعقه صغيره نتاع الملح، يعني الملح عينك ميزانك ولكن في هذه الكميه هذه نديروا ملعقه صغيره. نخلطوا جيدا المكونات ونبداو نضيفوا الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. لهنا انا للامانه راهي دات لي 5 كيسان وربع نتاع فرينه، يعني الكاس السادس دات لي منه فقط ربع فرينه، ربع كاس تاع فرينه. نبداو نلموا. لهنا انا في البدايه درت 3 كيسان تاع فرينه ونشوف، لانه دائما نقول لكم ما نقدرش نعطيكم الكميه المحدده نتاع الفرينه لانه حسب النوعيه تاع الفرينه كاينه اللي تمتص وكاينه اللي ما تمتصش. هذه هي عندنا الكاس الرابع لهنا وعندي الكاس الخامس. كما قلت لكم الكاس السادس دالي فقط منه 4 كاس، هذا ما كان قادر تدير لكم نتوما 5 كيسان. من بعد لنا بعد ما تحصلنا على عجينه ادلكناها لمده 5 دقائق وانا ندلك فيها في البلون دو ترافاي. من بعد كي تليسات لنا العجينه تاعنا حطيتها في الريسيبيون، غطيت عليها حطيتها في مكان دافي وخليتها يضعف الحجم تاعها ونروح نخدموا مع بعض الحشوه. خلينا احنا العجين يرتاح، واش نديروا؟ نجيبوا لهنا مغرف كبيره تاع طماطم تاع الباط او طماطم مصبره، ملعقه كبيره. عندي ايضا شويه تاع الهريسه. عندي زوج مغارف كبار نتاع الزيت، زيت نباتي، تقدروا ديروا زيت زيتون انتما واش تحبوا. زوج مغارف كبار تاع الزيت، عندي شويه نتاع الملح ما تكثروش بزاف، وعندي فلفل الكحل، وعندي ايضا ربع كاس نتاع الماء. ما نضيفوش كامل، نضيف شويه برك لانه القوام حنا اللي نتحكموا فيه. ودوكا راح نخلط كامل المكونات مع بعض. لاصوص تاعنا تكون شويه عاقده، راهي مازال تحتاج الماء حتى تحصلوا على صلصة تكون شوية عقدة ما تكونش سائلة بزاف. هكا شوفوا كيفاش تجي. اذا هنا يدات لي هذاك ربع كاس تاع ماء كامل، شوفوا كيفاش راهي، هذا هو القوام تاعها. نحطوها على جهة ونروحوا ديريكت للعجين تاعنا ونجيبوه، لان راهو الضعف الحجم تاعو لانه ما فيهاش خميرة بزاف، ماهوش راح يدي غازا بزاف، عفوا ماهوش راح يخمر بزاف. دوكا واش راح نديرو؟ ندي غازيوه العجين تاعنا ونحيوه من الريسيبيون نحطوه في البلان دو ترافاي. واش راح نديرو؟ راح نقطعوه نقسمهم الى كوريات صغيره متساويه. بعد ما قسمناهم هكا نوليو نديروهم كوريات بهذا الشكل يكونوا متساويين في الحجم. لهنا بعد ما شكلتهم كوريات كامل حطيتهم، غطيتهم بكيس بلاستيكي. لهنا نسيت حاجه برك، عندي شويه تاع زعتره ولا زعتر مهم مجفف، نديروه من لهنا. زيد تعطيها بنه هكا برك، هذه فقط نسيتها. دوك واش راح نديرو؟ نجيبو قنوط في نفس الوقت لهنا، نبداو نفتحو في العجين تاعنا هكا، نرقوه على الجوانب وفي المنتصف نخليوه هكاك خشين. حطوا شويه تاع لاصوص، نمشيو هذيك لاصوص تاعنا بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت لهنا الجوانب نزيدو نفتحو فيهم شوية، ما تمشيوش لاصوص حتى الجوانب هكا برك. نجيبو فرماج رابي نديرو هنا فرماج، وعندي أيضا فرماج باتنا تشيز اللي دائما نحكي لكم عليه، أنا هذا اللي نخدم به لانه يساعدني بزاف بنين وفي نفس الوقت حتى في السعر يساعد بزاف في السعر هكا. دوك راح نغلقوها. دوك واش راح نديرو؟
نغلقوها بهذه الطريقة. ها شفتوا كيفاش هكا؟ كل ما نجبدو نغلقو هنا. ها نغلقوها مليح هكا، ومن بعد نحيو هذه الزيادة هذه. دوكا واش راح نديرو؟ نوليو نقرصوها. شفتوا كيفاش نوليو نقرصوها؟ هنا نحطو مقلة نمسحوها فقط بالزيت، ونجيبو الخبزة تاعنا ونحطوهم لهنا، نخدموهم بهذه الطريقة. لازم تخدمو هكا باش تجيكم سوا سوا، وما تخافوا راهم ما يتفتحوا ما يروحوا ما يجيو. النار تكون متوسطه باش يطيبوا الداخل وبرا، ما يجيكمش معجنين هكا. كي نشوفهم بداو يطيبوا منا نقلبوهم للوجه الثاني. هكا اذا لازم تضغطوا عليها باش تطيب لكم الداخل وتطيب لكم على الجوانب. لو كنت تخليوها هكا راح تطيب لكم غير على الجوانب تحمر لكم، لازم تضغطوا هكا وعسوها طبيعة الحال. يعني واحد يخدم وواحد يطيب. دوكا انا راح نطيبها ومن بعد جوست ما طيب لي شوفوا كيفاش تجي، شوفوا الشكل تاعها. نقلبوها للوجه الثاني هكا، وبنفس الطريقه ثاني نقعدوا حتى نزيدوا نحمروها بهذا الشكل. هكا راهي ماهيش محروقه، ما تقولوش هي محروقه، هي طيبه عادي. دوك واش راح ندير؟ كي نشوفها حمرت على لي كوتي نبداو بهذه الطريقه نحمروها منا على الجوانب. راح نعت لكم كيفاش تجي، تجيكم بهذه الطريقه. شفتوا كيفاش انا طيبت وحده وحدي هكا، ونكمل نطيبهم كامل بنفس الطريقه. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كما كنتم تشوفوا النتيجه تاعنا كيفاش راهم. شوفوا كيفاش يجيو، يجيو ما شاء الله، شوفوا يجيو بخفاف. راح نقسم لكم باش تشوفوهم كيفاش جاوا الداخل. شوفوا بالفرماج يجيو روعه. نتمنى انكم تجربوهم. نزيد نقسم لكم حبه اخرى. شوفوا الفرماج. إذن هذه حاجه سهله وخفيفه تحضرها في وقت قصير. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكسروا لي من لي جيم كومونتو لي اسفل الفيديو. واذا عجبتكم قناتي مالكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، تلاقاو في عد اخر. تهلاو في روحكم، سلام.